أهلا وسهلا فيكم على قناة أماريس فود. وصفتنا لليوم هي وصفات البطاطا جراتان مع اللحمة المفرومة. يا ويلي شو طيبة، كتير رح تحبوها. يلا مع بعض نحضر الوصفة سوا. عندي هون بطاطا مسلوقة، وعندي صلصة بشاميل، لحمة مفرومة، ملح، كمون، فلفل أسود، وكاري. سخنت شوية زبدة مع زيت ورح أقلي اللحمة المفرومة. حط عليها الملح والفلفل والكاري. هلأ رح أهرس البطاطا لحتى تصير طرية وما فيها أي كتل. رح أضيف ملح بهار الأسود والكمون. هلأ رح أحط بالطبقة الأولى البشاميل، بعدين بضيف عليه اللحمة المفرومة. رح شكل بالبطاطا دوائر طابات صغيرة ورح صفهم فوق اللحمة. صارت عندي صينية، هلأ رح أحط فوقها البشاميل وبعدين رح أرش فوقها جبنة موزاريلا. هلا رح فوتها على الفرن لمدة 20 دقيقة لتحمر، وهيك صارت عندي الصينية جاهزة. ما بتصدقوا قديش ريحتها بتاخد العقل. والطعمة يا سلام، عن جد عن جد عن جد بتجنن. إذا عجبتكم هالوصفة ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصحابكم، تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتتابعوني على قناتي على الإنستغرام. وأنا هلأ حبايبي رح ودعكم وبشوفكم بكرة بفيديو جديد.